المدير الفني اللي ليه بصمة على مختار مختار، ومختار دلوقتي بيقول له شكرا يا كابتن فلان؟ اكيد طبعا. انا يعني هيدوكوتي يعني له دور، لكن الدور الاساسي والاكثر صلاحه كابتن الجوهري، كابتن انا كنت بعتذر كابتن الجوهري جدا، ويعني العلاقه اللي كانت بينا يعني كانت علاقه وتيره جدا، كانت بتساعدني بشكل كبير جدا جدا، وكانت بتديني ثقه كبيره قوي، وكان بيحسسني ان انا يعني افضل لعيب في العالم، وده أمر طبعا مهم جدا، ده كان يعني باور هائل جدا لأي لعيب ان المدرب بتاعه يحسسه بهذا الأمر.